خلونا دلوقتي نروح لحاجة لطيفة جدا، هي حديقة حيوان في البرازيل قررت انها تقدم حلويات مثلجة يعني الحيوانات آيس كريم علشان تبرد أجسامهم خلال موجة الحر النادرة في الشتاء، ويرطبوا على قلوبهم كده زي ما بنقول في مصر. حديقة الحيوان دي قررت تقدم مكعبات تلج بطقم أو بطعم الفواكه لقرود وغيرها من نزلاء الحديقة، وعلى الرغم من ان لسه فاضل شوية على فصل الشتاء أو لسه مستمر في البرازيل، إلا إن في موجة حر ضربت البلاد من بداية الأسبوع وسجلت درجات حرارة قياسية خلت البشر والحيوانات يرحبوا بأي فرصة لتبريد أجسامهم. ده بقى يخلينا نسأل ونروح لحديقة الحيوان المصرية اللي بتقوم بحاجة أو حاجات مميزة الحقيقة عشان ترطب على الحيوانات في الصيف وكمان تدفيهم في الشتاء. يا ترى إيه الحاجات دي؟ ده اللي هنعرفه من دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان. صباح الورد على حضرتك. صباح الورد، اهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى الشعب المصري كله. يا دكتور في البدايه خلينا كده يعني نفهم من حضرتك ايه اللي احنا بنعمله زينا زي البرازيل بالظبط علشان يعني ندفي الحيوانات عندنا في الشتاء وعشان كمان نرطب كده عليهم في الصيف. طبعا يعني دي ستاندرد عالميه تتبعها الحدائق، وطبعا دي يعني الاطباء بتوعنا يعني لهم خبرات كبيره جدا وايضا عمالنا، والكلام ده بيتم عندنا طبعا في موجات الحر الشديده. بيتم طبعا تقديم المثلجات، يعني في بعض الفاكهه بتتضرب في الخلاط وتتجمد وتقدم للشمبانزي للدببه، الحاجات اللي هي بتتاثر بالحراره الشديده. طبعا موجود عندنا بيقدم برضو الفاكهه والخضروات الطازجه على اساس برضه يبقى في نوع من السوائل وتقدر الحيوان يتاقلم مع موجات الحر الشديده. فالتغذيه دي معايير دوليه كل الحدائق العالميه بتتبعها، وطبعا حديقه الحيوان سباقه في تنفيذ هذه الامور. عندنا التغذيه بتقدم كل انواع الماكولات بتيجي عندنا، سواء اغذيه طازجه سواء اعلاف سواء مثلجات بتقدم، فاكهه، كل ده بيقدم طبقا للمعايير المطلوبه لكل حيوان. الزراف طبعا بيهم جدا، عنده بيتاثر جدا من موجات البرد الشديده، الزراف ده ممكن البرد دي قاتل، فيقدم دي الحاجات ليها سعرات حراريه عاليه، ممكن بالليل فترات الليل اللي هو البرد الشديد جدا بنقدم دي مثلا عسل اسود، ده بيرفع يعني بيديله كالوريز او يعني سعرات حراريه عاليه بتساعده على ان هو يتاقلم ضد درجات الحر البرد الشديد. وايضا يعني درجات البرد ودرجات الحر الشديده دي موجات كل حيوان له مناخ احنا بنتاقلمه معاها، وطبعا في خبرات كبيره عندنا الحمد لله وبنقدر نعدي الموجات الشديده ديت. وبطمن حضرتك وبطمن الساده المشاهدين انه يعني حتى الان متبع هذا الكلام، نفس العمال نفس الاطباء موجودين داخل الحديقه هم اللي بيعرفوا الحيوانات، الحيوانات بتقدم لها كل الرعايه لان طبعا دي ما لهمش دعوه بتطوير او عدم تطوير، الحيوانات بتاخد حقها وبتاخد يعني المعايير اللي هي مناسبه ليها عشان نحافظ على هذه الحيوانات القيمه. طب يعني احنا عايزين نعرف كده كل حيوان بيحب ياكل ايه، يعني عندنا فضول كده نعرف هل في حيوان مثلا او الزرافه مثلا، كان في زرافه مشهوره قوي فتره كانت زرافه سوسن على ما اعتقد، يعني كل حد بيحب ياكل ايه فيهم؟ يعني مثلا هل في حيوان بيحب ياكل ايس كريم؟ في حيوان معين بيحب ياكل حاجه تانية ساقعه برضو؟ يعني احكي لنا كده. طبعا يعني كل احنا عندنا انواع اولا هامه جدا من الحيوانات، عندنا الزرافه عندنا يعني فرس النهر عندنا الشمبانزي من الحيوانات المهمه جدا ونادره ومهدده بالانقراض. الشمبانزي ده يعتبر زي الانسان بالظبط تشريحيا، وليه درجه ذكاء على فكره، بيقدر مثلا يفكر كطفل عنده 12 سنه او 13 سنه. طب بيحب ياكل ايه؟ الشمبانزي بيحب ياكل دايما ده زي الانسان، ده فاكهه، بيحب يشرب كوبايه اللبن، الشاي بلبن الصبح. لا يعني الشمبانزي بيشرب شاي بلبن الصبح في حديقه الحيوان في الشتاء، في الشتاء الشديد عشان يدفيه ويديله طاقه، يعني برضه بياخد برضه الفاكهه بشكل منتظم، طبعا في الصيف بياخد اليوسفندي، بياخد القص، طبعا الخضروات، بياخد حاجات فيها سوائل كتير على اساس ان هو يقدر يتأقلم مع موجات الحر. برضه في البرد بنديله المشروبات الدافئه
زي الانسان بالظبط. احنا سمعنا انه كمان عندكم في حديقه الحيوان احيانا بتعملوا رز بلبن للحيوانات. بالظبط، انا لسه هقول لحضرتك الدببه مثلا بيبقى ليها، احنا عندنا مطبخ داخل حديقه الحيوان، المطبخ ده بيقدم برضو مأكولات مطهيه زي رز بلبن. بالنسبه للدببه ده مهم جدا، وكان بيقدم طبعا للفيل لما كان موجود. طب ليه مهم جدا ليهم؟ لان ده بيديله طاقه، يعني رز بلبن ده يعني حيوان الدببه ده جسم كبير جدا ضخم، بيحتاج الى كميه من الطاقه والغذاء. فالرز بلبن ده يعني بيديله طاقه وبيديله سكريات وبيديله نشويات في نفس الوقت، فبيديله يعني احتياجاته من العناصر الغذائيه. فبنديله وجبات مصريه، بنديه برضه زرافه زي ما حضرتك قلتي، برضه يعني مهم جدا جدا ان هي يعني بتاكل الفاكهه، بتاكل التفاح، بتاكل الشفاندي، بتاكل بنديها العسل الاسود في الشتاء، ده مهم جدا نديها عسل اسود بالليل على العلف بتاعها، في اعلاف بتقدم بيها خاصه بيها. فكل ده بيساعد الحيوان ان هو يعني التغذيه دي حاجه مهمه جدا للحيوان ان هي يقدر يعيش بيها بصحه جيده، وفي نفس الوقت يعني يأقلم نفسه مع درجات الحراره. طيب هل في حيوانات معينه بتحب يعني الحاجات الحلوه بس، الديزرتس بس، ما لهمش في الحوادق؟ احنا سمعنا ده. طبعا يعني لا، احنا دايما يعني الحاجات احنا دايما الحيوانات بتبقى يعني في توازن بين السكريات وبين يعني مفهوم ده اللي حضراتكم بتقدموه، قصدي يعني هو بيكون بيفضل اكتر الحلويات، يعني الحلويات الشرقيه مثلا. طبعا طبعا الشمبانزي ده بيحب كل انواع الحلويات يعني، ده بس طبعا احنا بنحافظ عليه. انسان الغاب نفس الكلام، بيحب برضه الحاجات السكريات جدا، بس احنا طبعا بنحافظ على وزنه عشان برضه بيجي له امراض السكر وامراض بس احنا سمعنا انه الشمبانزي عاده بيحب البسبوسه، يعني ده فعلا؟ طبعا بيحب كل الحاجات السكريه دي زي البني ادم بالظبط، زي ما قلت لحضرتك ده بياكل يعني زي ما احنا شايفين كده في الصوره عند حضرتك، بياكل المثلجات دي اللي هي المضروبه في الخلاط، الفاكهه، بيحب البسبوسه، السكريات، بيحب يعني كل انواع الاكل اللي هي اللي فيها سكر زي الانسان بالظبط. بس احنا بنديها له مقننات معينه عشان ما يحصلش فيه اي ضرر صحي ليه او زياده في الوزن، دي برضه مش مطلوبه للشمبانزي الانسان الغابه. فدول برضه بنحافظ عليهم من السكريات الزياده. مجهود عظيم من حضراتكم يا دكتور محمد، يعني احنا الحقيقه عندنا حماس كبير قوي ان احنا نرجع ونزور الحديقه مره تانية ونشوف التطوير الكبير اللي تم. وطبعا حديقه الحيوان يعني تاريخ ناس كتيره قوي قوي بتعتبرها يعني خروجتها وخروجه اولادها المفضله انها شيء اساسي في حياتهم، فاحنا فعلا مقدرين الجهود اللي حضراتكم بتعملوها، وان شاء الله فعلا فعلا لازم نيجي ونزور الحديقه ونشوفها بشكلها الجديد بعد التطوير. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.